حدش يقدر يضحك عليه باي كلام ولا باي تنازلات. احنا قاعدين في التحرير ومعايا اطفال، احنا بقينا في زمن الحريه ومش عايزين اكتر من كده. وحالي وجايه اطالب بحقي. ما تحرموناش ان احنا نربي عيالنا على الصح. اهلنا مستقبل، الاطفال ياخدوا حقوقهم. هنا في مصر التعليم زي الزفت، كل حاجه زي الزفت، مفيش ثقافه، مفيش اي حاجه كده، مستقبلنا هيضيع. الناس عشان مستقبل اولادنا، عشان ما ينظلموش زي ما احنا منظلمنا. عشان مدام كنت لسه بتقول لا، ان شاء الله ان شاء الله هنعمل حاجه. أرجوكم ما يضحكش عليكم، الناس اللي خربت مش مننا، احنا لو بنخرب كنا خربنا في ميدان التحرير دلوقتي. بقالنا 30 سنة مش عارفين نتكلم، في الأقسام قمع، في الشوارع قمع، في كل المصالح الحكومية قمع، ده حرام وما يرضيش ربنا، احنا مش عايزين أكتر من عادة. مانيش عظمة هتترميلي، احنا في مطالب، في مطالب واضحة. المطالب دي لازم تتحقق. مش عايز حاجة، أنا عايز كرامتي مش عشاني، أنا راجل تعديت 60 سنة، مش عايز حاجة. عايز ولادي يعيشوا في كرامه. يا شعب اصحى، ارجوك تصحى. فارجوكم ارجوكم ما تخافوش من التغيير، وما تخافوش من الناس اللي في ميدان التحرير. الناس اللي في ميدان التحرير دي كلها اخواتكم وبتخاف عليكم زي ما انتم بتخافوا على بعض. المفروض الشعب اللي يختار نفسه بنفسه، ويختار رئيسه بنفسه، ويختار حريته. واحنا طالبين بالحريات، مش طالبين حاجه غير الحريات، لا جماعه اسلاميه ولا اي شيء، احنا طالبين حريتنا.